السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. هنتكلم عن سيليكتور جودات، حاجة اسمها فيرست، حاجة اسمها لاست، حاجة اسمها ايفن، وحاجة اسمها اود. هنعمل مثال بسيط، هنعمل باراجراف. هنتكلم مثلا، هنقول ده ذيس از باراجراف، ونكرر الكود بتاعنا ده مثلا 5 6 7 مرات، ونيجي نشوف الشكل. دي الباراجرافات كلها كلام جميل جدا، ده الأول، ده التاني، ده التالت، ده الرابع، ده الخامس. جيت قلت له أنا عايز أول باراجراف، جيت قلت له انا عايز اول باراجراف، فاجي اعمل ايه بالسكريبت؟ ببساطه هاجي اقول له، نسيب السي اس اس، هاجي اقول له هات لي الباراجراف الاولاني، تبقى كده كولوم فيرست، هات لي الباراجراف الاولاني، ونعمل ريلود، فيجيب لي الباراجراف الاولاني يعني البوردر ده. تعالوا نكبر كده عشان نشوف الشكل اكتر. يبقى الباراجراف الاولاني، هات لي الباراجراف الاخير، يبقى اللاست. السيلكتورز دي اسهل حاجه والله في الجي كويري كلها. الريلود فيجيب لي الاخير، هات لي الايفن، الايفن، فنعمل ريلود اللي هو الصفر والاثنين والاربعه. بس ده الاولاني، لا الاندكس بتاعه، خلي بالك من الاندكس ده، ترتيبه الصفر، ده الواحد، ده الاثنين، ده الثلاثه، ده الاربعه، يبقى صفر واثنين واربعه. طب هات لي الاود اللي هو الفردي، ريلود، فيجيب لي الاول والثالث. يا عم ده العنصر الثاني، لا الاندكس بتاعه، المكان على الاندكس، ده ترتيبه الصفر، ده الواحد، ده اثنين، ده ثلاثه، ده اربعه. فالاول والثالث دول الفرد اللي عندي. يبقى ببساطه الفيرست هات لي اول عنصر، اللاست هات لي اخر واحد، الايفن هات لي العدد الزوجي، الاود هات لي الفردي. كلام جميل جدا. ده للاب اللي جواهم. يعني ايه؟ يعني انا عملت ديف وجيت قلت لك نفس الاربع باراجرافات دول تاني، وجيت عملت لك ريلود اهو، ريلود، هيتطبق عليهم؟ اه هيتطبق عليهم عادي، ما هو ده كل الباراجرافات اللي عندي. لكن انت ممكن بقى تحدد حاجه معينه، تحدد اللي في الديف ده. خلاص يا عم، الحاجه في السكريبت اهو، هات لي الديف، هات لي البي، الاود اللي جواه، ريلود اهو. فخلاص هيجيب لي الديف. تعالوا نعمل ستايل الديف كده، دوت بوردر بس ولا حاجه عشان نفهم مين اللي جوه الديف. ادي بوردر 1 بكسل سوليد، لون الاسود، ندي بادنج 10 بكسل كده ولا حاجه، ريلود. كلام جميل. ده اللي جوه الديف، ده اللي بره الديف. اللي جوه الديف انا محتاج ايه؟ الاود ده صفر، ده واحد، خلاص ده الواحد ده اود، ده اتنين ده ميجوز ايفن، ده تلاته اه ده اود، وهكذا. يا اما تحدد حاجات معينه انا عايز اللي جوه الديف، يا اما لو قلت بس بي يبقى كل اللي عندك هيتطبق عليه. كلام جميل. فيرست اول عنصر، لاست الاخير، الايفن الزوجي، الاود الفردي. اتمنى يكون الفيديو واضح. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.